خطأ يأتي على يبدو مصطفى محمد، خطأ على مصطفى محمد. ودائما كما ذكرت مباريات مثل هذه تكون من خلالها الأمور بهذه الطريقة أو بغير، الديربي عربي ولقاء تاريخي وأسماء كبيرة في أرضية الميدان، لذلك تدخل العقلاء رومين سايس في هذا الجانب، في الجانب المقابل القائد أيضا محمد صلاح، والحديث مع اللاعبين بكل الود والاحترام والتقدير. تنتهي مثل هذه الأمور على مستوى بعض الخلافات.